عندنا انجاز مهم جدا في قطاع النشاط الرياضي. رجال يد الاهلي بالامس فازوا على الزمالك بتصويبه القضيه، فوز 26-25، تاهلوا للمباراه النهائيه امام فريق فلاورز بطل بنين. النهارده المباراه هتتلعب الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، وكلنا عارفين المباراه كانت بتقام على صاله امني سبورتس، وطبعا الاهلي ادى شكل جيد جدا في لقاء الزمالك. كمان فريق السيدات لكره اليد للنادي الاهلي نجحوا في حصد الميداليه البرونزيه لبطوله افريقيا للانديه الابطال اللي بتقام في مدينه العيون بالمغرب، بعد الفوز على فريق اوتوهو الكونغولي بنتيجه 31-22. الف مبروك لسيدات يد الاهلي، وبالتوفيق لرجال اليد النهارده في المباراه الختاميه الساعه 9.